البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، اموركم هانيه، الله يحفظكم ليا يا الغاليات. سمحوا لي، الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الخير، يا كل شيء بخير، ياك هانيين، اموركم مزيانه، عائلاتكم، وليداتكم، احبابكم، ناسكم، كل شيء بخير وعلى خير، الله يحفظكم ليا وتبارك الله عليكم. وكنشكركم يا صحباتي، يا العزيزات، يا الغاليات عليا. كنتواصل معاكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله ما تشوفوا لنا الخير يا ربي. والكومنتات الزوينه ديالكم اللي كتكتبوا ليا، راه كنشكركم من هذا المنبر، راه كنشكركم الغاليات ديالي، راكم عزاز على قلبي والله العظيم. الى كلكم كنشكر المغربيات، ونشكر التونسيات والجزائريات والمصريات واللبنانيات والخليجيات، وكلكم تبارك الله ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم ليا. كلشي تبارك الله، داكشي عندكم زين، وتبارك الله راكم زعما ناس والله وفيين، الله يعطيكم الخير وتبارك الله عليكم. والاخوانيات اللي هذيك راه حتى هما تبارك الله عليهم ما شاء الله، اللهم بارك، الناس اللي كينضموا معايا وفي انا وياهم، راه كنتبادلوا هذا، الله يعطيكم الخير تبارك الله عليكم. ايوا، وراني مشيت لواحد السوق اللي هو سوق اسبوعي، اللي هو سوق الاربع ديال انزا ديال اكادير، الناس ديال انزا اللي كاينين برا اللي كيشوفوا سميتو، وانا بغيت نحييكم في بلادكم ونوري لكم السوق ديالكم تبارك الله ما شاء الله. سوق راه الفن، وكل شيء تبارك الله فيه رخيص، وكل شيء فيه زوين، وواحد المنظر على مزيناتو، وجا واحد البلاصه على البحر، راه ما نقولش لكم، واحد الجو كتمشي غادي مفوج وجاي مفوج والله العظيم، يا سلام. وكنحيي مول الحلوه من هذا المنبر هذا تبارك الله عليه، راه عادي تشوفوا ان شاء الله واحد السيد تبارك الله شحال شحال طيب، الله يعمر ليه الدار، كيصنع هذيك الحلوه هذيك، راه حلوه قديمه وكيعرفوه الناس ديال انزا، وكيعرفوه الناس اللي سميتو تبارك الله عليه. وكاينين الناس زوينين، والناس والله العظيم الا يستاهلوا كل خير تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. وانا مشيت ليه، خصوني شي معنات، ومشيت قلت انا الا بانوا ليا والله العظيم الا لقيت تبارك الله ما شاء الله الخيرات اللي كاينه والله العظيم، واحد السوق راه زوين. ايوا يا البنات، نشترك معاكم المشتريات ديالي اللي خديت، داكشي على قدر الاستطاع، لا حسب الجيب. المهم انا كنت كنجيب غير شي حاجه اللي هي خاصني، ولاني فاش مشيت لقيت شي حويجات تبارك الله ما شاء الله، وداكشي رخيص والله العظيم يا البنات، الى رخيص داكشي زوين زعما، الله يعطيكم الخير يا البنات. ودابا غادي نشارك معكم داكشي اللي انا خديت في داك السوق. والمهم ما تنساونيش من اللايك ديالكم والدعم، الله يعطيكم الخير والله يحفظكم ليا. ايوا، دابا نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم شنو اللي خديت. خديت يا البنات، بعدا كاينه هادو، اصلا انايا محتاجاهم انتوما يا البنات، شتي شحال زوينين هادو. هادو يا البنات غير 260، غزالين، اللي بغى يدير فيهم لي صالاد، اللي بغى يدير فيهم صالاد فروي، اللي بغى يدير فيهم تقطعوا الشلايد فيهم، ديروا فيهم تخلطوا فيهم الكيكه، كلشي زوينين ديسير والله العظيم الا يا سلام. ها انتما خديت هادي، وخديت ثاني هادي، شتي شحال زوينين، اه 260 البنات، لا غلا على مسكين والله، المعنات على مزويناتهم. خديت هاد الجوج يا البنات، وخديت هاد الكيسان هادو، باكيه ديال الكيسان 260 البنات. ها انتما شتو كيسان على مزويناتهم ديال الاتاي، غزالين انتما، كويسات داكشي الفن. المهم هادو جوج هما، هادو ثلاثه هما خديتهم. خديت يا البنات هادو، راه كيحتاج تحتاجوهم للتحراك، وتحتاجوهم لكل شيء، وزويونين وديال العود، العود تاع الليمون هذا غزالين، خير من دوك الشيء ديال سميتو، مره مره نبقاو نديرو. انتو كاينين ثلاثه على مزويناتهم والله العظيم الا فنيونين. خديت هادو، وخديت يا البنات واحد الملعقه ديال الحطام خصاني هياك. وخديت يا البنات هادو، شوفوا شحال زوينين ديال التيسير، راه كاينين بالاشكال والانواع. هادي يا البنات 5 دراهم،
5 دراهم يا البنات، فنيوني نشوف شنو اللي كاين فيهم. انتوما كاين داكشي زوين كديال السرابت كتعلقوا فيهم السريبتر ومن طروما راهم. شوفوا انتوما ديكورات على مزيناتهم انتوما. تعويض بنادم يدير شي حاجه وخا الله ما يدير هادو من نهار ديكور ومن هذاك الشيء كيجي على الخاطر زوين. اخذت يا البنات هاد الطبيسيله هادي، شوفوا شحال زوينه هانتوما بحال هاد الشكل ديال هادي، على حساب زعما كاينه اللي بغى يحط الكيكه اللي بغى يحط شي حاجه مسطحه. شفتوها شحال زوينه تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظكم ليا. وداك الشيء زوين تبارك الله والمعنات. ايوا يا البنات السرابت من قوش لكم 5 دراهم اللي بغى يقرص الخبز ديالو اللي بغى يغطي وسميتو. شوفوا تبارك الله هانتوما راه بلادنا راه زينه تبارك الله ما شاء الله والله العظيم الا زينه هانتوما. 5 دراهم يا البنات حشومه كاع، باقي شي واحد يغير في شي حاجه اللي ماشي هي. هانتوما خديت فيهم جوجات هادي وهادي، وان شاء الله الرحمن الرحيم الاربعه الاخرى نمشي ثاني ناخذ ثاني نزيدني وحدين اخرين حيت ما مشيتش معوله. خديت هاد المكيال هذا 5 دراهم هانتوما. ها راه قلت لكم داكشي رخيص، وهادو 5 دراهم السربيطات راه 5 دراهم والميكيال 5 دراهم وهادي البنات 2 دراهم اللي بغى يحك الثومه ويحك الكوزه ويحك. شوفوها على مزويناتها. ايوا الكسرونه يا دلاده طلع لك شي واحد الدم باش تعطيه راه غزاله تا هي 260 والله يا البنات. لا داكشي قلت لكم اللي ما باش يتقدى صافي، وما هادشي زعما زوين والله العظيم باش بنادم يدير. ماشي ضروري حتى تكون عندنا باش غنشرو واحد الحاجه غاليه، المهم غير معناتها سميتو، ولكن كون داكشي زوين وهذا والله يسخر لكل واحد. ايوا يا البنات وهاد العطريه انا اصلا كاينين عندي، ولكن فاش لقيت هادو تبارك الله وزوينين يا البنات ورخاصين وراه جاج ماشي سميتو. هانتوما ها قريعات ديروهم ديال العطريه والله العظيم عيله فين صافي اللي فانت فيها 5. هو تعويض ماشي بنادم ضروري بنادم يدير فيهم العطريه بحال هادو كتاخذوهم متوحدين في اللون. الانسان راه بزاف كديروا بحال هاد الشيء بحال هاد الشيء ديال اللي كديروا في العجينه بحال دوك العشيبات اللي كديروا في العجينه بحال داكشي. تعود بنادم يخلي داكشي في الميكا بحال مثلا انا دابا خديت هاد شويه ديال الاعشاب، لقيت الاعشاب عرفتو داكشي جديد ربيتو فورور ديال البنات. هانتوما غزال على مزيناتو على بحال هكا باش يبقى في البلاستيكه اللهم بحال هادو كديروا فيها كيبان داكشي زوين عادي تضربوا لهم واحد الغسله وتمسحوهم وديروا فيهم هادشي ديالكم وكيبقى داكشي زوين ومحتفظ على اللون ديالو وكلشي. هانتوما راه فنين صافي. ويلا كاع بغيتو تخلوهم كاع نتوما محتفظين على حساب الشعر راه واخا تخلو فيهم هاد القاهيت هذا وباش يحبس لكم داكشي على ود الشعر ما يدخلش الشعر للقرعه، حيت كتعرفوا الا كنتو كديروا شي حاجه ما كتبغوا تحافظوا عليها خصكم تخبوها من الشعر. خديت هاد الورد وخديت هاد الخزامه الزرقاء هانتو عرفتي داكشي جديد تبارك الله راني صورتو عادي تشوفوا تبارك الله داكشي اللي كاين عنده كلشي عشيبات جدادين داكشي محطوط جديد ما كاينش داكشي قديم ولا شي حاجه ولا كتشوفوا داكشي. هذا الزعتر الزعتر يا البنات راه كنحتاجوه في شحال من حاجه وحاجه وكندير حتى في اتاي وحتى عرفتوا تبارك الله الزعتر البروده راه يا سلام. وهادشي البنات راه رخيص هادشي راه معتدي واش غير 3 دراهم وهادي 5 دراهم والورد اللي شي شويه كتعرفوه طالع ولا خديت فيه 10 دراهم زعما واحد الحاجه اللي هي قلت لكم راه داكشي رائع. ايوا ياسمين مشات معايا وهي تاخذ هذا الدبدوب هذا قالت لك والو يجمع فيه راه بدات كتجمع هانتوما دارت فيه الفلوس هذا الدبدوب هذا قالت لك انا لا بغيت نجمع فيه الفلوس هانتوما خداتو في هذا اليوم. قلت لها علاش خديتي في هذا اليوم؟ قالت لك باش ما يعجب حتى واحد وما يهز حتى واحد حيت دايره فيه الفلوس خداتو في هذا اليوم هذيك ياسمين هانتوما خدات هذا الفيديو هذا شحال 5 دراهم ياك؟ 5 دراهم يا البنات. ايوا عاد هادي يا البنات هادي يا البنات دخلات البنادم شي حشره ويقلب عليها باش يلبق ليها وهي هادي هادي يا البنات راه 3 دراهم 2 دراهم 2 دراهم هادي 2 دراهم قلت لكم. من بعد يا البنات نزنا عند مالطين خدينا من عندو هاد الكويسات
كاينين تبارك الله دابا بزاف الناس رجعوا لهادشي ديال الطين، حيت عرفتوا الطين راه زوين شي حاجه راه غزاله وكيرخي واحد النكهه في الماء. يا سلام راه في النصافي. خديت من عندو هاد الغريف هذا 3 دراهم على مزويناتو كيذوقوه بالقطران اللي بغى، واللي ما بغاش راه كيعطوا ليه هكاك سامبل تاخدي هكاك بلا ما فيه حتى شي حاجه، واللي كيعشق ريحه القطران راه كيديروا ليهم هذا كيبيع كيدير هاد الغريفات كيذوقوه. وكاينين تبارك الله دوك القليلات وكاينين الخويبيات وداك الشيء 40 درهم بالروبيني ديالها على مزينات. هي البنات والله العظيم الله يسخر لهم مساكن، داك الشيء قلت لكم زوين والله العظيم الا زوين ويستاهل داك الشيء راه الفن صافي. وهنايا يا البنات خديت واحد زليفات ديال اللي بغيت يدير فيهم ديروا فيهم اي حاجه بغيتو شتو انتم تا هما كرا 260 راه داك الشيء قلت لكم راه غزال الفن هانتوما. المهم الزاج والبديع داك الشيء كاين فيها 6 اصلا انا راه عندي ولكن زدت هذا لقيتهم نزيدهم ماشي كاع معوله عليهم هانتوما 260 قلت لكم راه اللي باغي يخدم معنات على مزوينتهم. ويلا مجوجين وباغيين اكستو ديورهم وداك الشيء داك الشيء زويون وغزال وداك الشيء فنيون ويستاهل والله العظيم يا البنات الا داك الشيء يا سلام. هنا عاوتاني فواحد البلاصه لقينا صحاب الحوايج وكاين صحاب البال وكاينين صحاب سميتو هو، ولقيت شي حويجات والله يا البنات الا الفن صافي وداكشي سبحان الله العظيم رخيص. ها نتوما هادو كيديروا للشعر شتيو خديت فيهم جوجات الياسمين ها نتوما راه زويونين غزالين وراه هادو ماشي مشكل هما كيكونوا فيهم شي تويشيات لاصقين، ولكن الا نتوما خديتوهم ما فيهمش ماشي مشكل انا نديرهم اليوم عنديش مشكل. كديروا فيهم داك التويشيات هكا وكيديروهم في الشعر كيجيو زويونين. خديت لها هادي في الابيض وخديت لها هادي في الكحل شفتوها ها نتوما هادي نواغ هانتوما وهادي وهادي بيضة فنين على مزيناتهم هانتوما. وخديت هاد البيجامات هادو شتيهم راه الفن هانتوما 70 درهم هانتوما 1400 والله العظيم إلا فنيونين ديال الدار غزالين ورطبين ومعاهم هاد الكاسون ديالهم راه عرفتو قلت لكم راه يا سلام. وما نويتش ما نويتش كاع على ود هادشي ولكن تبارك الله لقيت هادو بيجامات راه فنيونين. شوفو هانتوما شتو هانتوما هادي سخونه على مزيناتها بالقبيبه ديالها الحمام ولا سميتو هو راه قلت لكم داكشي رخيص وزوون وماشي ما نويتش ولكن المهم داكشي ماشي شي حاجه شي حاجه ولكن داكشي زوين ومسلك وعلى حسب المسكين داكشي على قدر المستطاع وعندها السليوينه ديالها في الكحل هي راه قلت لكم داكشي يا سلام داكشي زوين. وخديت الياسمين واحد المشايه السنه ديالها ديال الدار حتى هي 260 وهادو نفس الثمن بحال بحال. وخديت الياسمين هادي وهادو 5 دراهم 5 دراهم الوحده هانتوما يا البنات. وهنايا خديت الياسمين شي تويشيات شي لعيبات داكشي ديال البنات الا عرفتوها هانتوما 60 ريال 3 دراهم هاد الدراهم هانتوما فيها الفليلات اللي بديت ديري لها شي زويقه فيهم الابيض والغوز والكحل هانتوما وراه غزالين وصافي. وخديت واحد خديت لها هاد الفليل هذا وهذا داكشي راه غزال والبانطات عرفتو بانطات زويونين هانتوما ها اللي بيدير الشعيرات وداكشي رخيص غير 2 دراهم 3 دراهم الفن صافي. او يا البنات بغيت نوريكم واحد الحاجه اللي ما كتخطا حتى مغربيه راه كلشي البنات عندهم الا هو هذا هذا يا البنات هذا اللي بغى ياخذو كديروه مع فازلين اللي بغى يديروا القديمات ويديروا داكشي راه زوين. واللي بغى يديروا الفمر كياخذ شويه واحد راه طالع هو بحال هذا نيت ولكن طالع شويه في الثمن علاش حيت هذاك زوين على حساب باش ما يزرقش لكم قنانفكم ولا حتى شي حاجه. وهاد الشيء راه زوون البنات وغزال وهذا راه خديت فيه تا هو بزاف تا هو رخيص غير 5 دراهم باكيه فيها بزاف اللي بغى بحال هكا راه كتفقدوا به الغرض كتلاحوه في السيكان ديالكم اللي عنده الوليدات واللي عنده الله يكون في العوان ماشي ضروري انسان كنعرفوا البلايص اللي هما غاليين وفيهم الثمن باهظ وكتاخذوا فيهم الحويجات اللي هما
انا كنقول لكم على حساب الناس اللي الله يكون في العوان اللي بحالنا بحالهم، الناس اللي على القدر ديالهم داكشي اللي كيبغوا، اللي بغى ياخذ امي على زويونين وياخذ حويجات وياخذ داكشي، هما لي مارك عرفناهم وعرفنا الاماكن ديالهم، ولكن راه تبارك الله راه كتاخذي واحد لي سوميج ولا كتاخذي شي حاجه كتاخذيها بالدقه على النيف. والناس انا كنقول لكم الناس عندهم وليدات وعندهم مساكن، هذا كيمشي الانسان على القياس ديالو، وداك الشيء رخيص وزوين. اختي هاد لي بابي تاع الكوزينه راه زوينين حتى هما، راه فيه ثلاثه تبارك الله، حتى هو 260. وانا كنقول لكم زعما برافو على المغرب، الا كنتي في المغرب لا تستغرب. كل حاجه كتلقيها فنه وكتلقيها بواحد الثمن اللي هو مناسب. عندنا حنا كل شيء تبارك الله ما شاء الله، كل شيء يلبس وكل شيء ياكل وكل شيء يتقدى على حسب جيبه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اول حاجه الانسان هي صحته، الا عند الانسان صحته راه عنده كل شيء، والا ما عندش الانسان صحته والله واخا يكون عندك ما قارون ويكون عندك ما عرفتش شنو اللي يكون عندك، الا ما عندك الصحه راه ما عندك حتى شي حاجه، ما تبان لك لا الدار ولا فيلا ولا حوايج ولا ماعين ولا ما عرفتش شنو، غتكوني تشربي في الكريستال في الكريستال وتكوني تاكلي في الماعين اللي منقوشين بالذهب، ولكن الا ما عندكش الخاطر وما عندكش سميتو راه حتى شي حاجه ما كتبان لك قدام عينيك. ولكن الا عندك الحمد لله صحتك اللهم لك الحمد وغير هذا الشيء، وتفرحي به وتعيشي زاهيه. الله يحفظكم ليا وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم.